مش طاير؟ ها؟ ها؟ شفت سنك الذهبي هذا؟ بشيله وباخذه عندي بسوي خاتم. انقلع! هذه واحدة من النهايات اللي ممكن نحن جماعة نجربهم، فخلنا نشوف مع بعض وش راح تسوي لنا بالضبط. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. اصبح الملك، لكن في هذه اللعبه ما راح تصير اي ملك، لا لا لا، راح تكون ملك المافيا. فلعبتنا اليوم فكرتها مثل الالعاب السابقه اللي لعبناهم، لعبه اصبح الملك، لكن اليوم بطريقه جديده. قبل ما نبتدي زر اللايك يا صاحبي، وايضا الاشتراك معنا في القناه يا جماعه، ولا تنسون تفعيل زر التنبيهات. يلا كل واحد يفعل زر التنبيهات، ما طول عليكم يا جماعه، خلينا نبتدي في لعبتنا. هذه اللعبه قدامنا على طول، ويلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبتدي في لعبه ملك المافيا، وكيف راح اقدر اصير مافيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ملك المافيا حاليا موجود قدامي، وانا لازم احاول اجلده. دقيقه انتظر شوي، خلي السلام عليكم. حاول معاه بطريقه. كيف حال؟ عساك طيب؟ امورك تمام؟ يلا يلا يا حبيبي، ممكن اخذ راحتي؟ طولنا معاه. يلا 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 اجلد اجلد يا حبيبي، هات هات الاغراض بس. هات اوكي، الحين خلصنا عليه، وانا حاليا الملك، لكن لازم اكملها. ايش صاير؟ ها؟ ها؟ يا احترموا الملك! اوكي هذه اول نهايه كشفناها. زين؟ اقدر اضغط؟ شنو هذا؟ هذا هنت. هنت! اوكي، احنا طبعا في طريقتين، يا يعني انك تصير ملك، يا يعني انك تكتشف كل الموتات. تعال. تعال. يا عمي تعال بس، تعال عطني بس، عطني انا الملك. خلينا نشوف ابن هذا. راح اكشفك، راح اكشفك. شيلوه شيلوه ولا تخلوه، قطوه بالسجن كفو. زين تعال انت وياه، ارجعوا ارجعوا يا فشله، ارجعوا. غيره 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 غيره. يلا ها مع مسدس، ها معاك مسدس اشوف. اوكي خل نحاول نركز معاه شوي. دقيقه دقيقه، ها شيل المسدس وشيلوه، قطوه في السجن، قطوه في السجن. يلا 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 بس يلا. العظم حق الاولي طبعا، خلاص خلصنا عليه، الحين نكمل مشوارنا. مع سيف هذا شنو يعني؟ سيف ها، يا قليل الادب جايب سيف، سيف سيف مرة واحدة. مسكناه. اللي بعد شرطة؟ ليش جايين الشرطة؟ زين؟ شرطة. أشوى هذه ما طاحت فوق راسي. الشرطة جاييني مرة واحدة. هذا الحين معاي. شيلوا اللي بعده بس، شيلوا باقي آخر واحد، باقي آخر واحد. أنا حين أوريك. دقيقة أنا أوريك. أوكي شيل هذا بس، قطه في السجن. خلنا نحاول نركز. دقيقة. دقيقة. ايش عندك انت بالذات؟ ايش عندك انت؟ ايش عندك؟ ايش عندك؟ يلا انقلع 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 يا ابوي انقلع. اوكي قطه في السجن بس، هذا اللي قاصر بعد. زين ركز. وش هذا؟ شفت سنك الذهبي هذا؟ بشيله وباخذه عندي بسوي خاتم. انقلع، قطه في السجن. كمل كمل. قنبله فوق الله يستر. هذه هنت، هاي كان عليها هنت يا جماعة، هذه كان عليها هنت. السلام عليكم. انقلعي، ما حد يمسكني انا، ما حد يمسكني، كلهم قطيتهم في السجن. يلا وين اللي بعده؟ وين اللي بعده يا جماعة؟ يلا طولتوا علينا. هلا 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 والله، هلا والله، هلا بالحبيب، هلا بالحبيب. على السجن، قطوه قطوه، لا تخلوه، قطوه. انا ماشي، انا مركز معاهم، انا مركز معاهم، ان شاء الله اوصل، يعني اوصل. شنو هذا؟ هذا الشبح حقي. لا! وش صار؟ هذا يا جماعة، هذه مرة ثانية، مرة ثانية. هذاك يا اخوان الشبح حق الرئيس اللي قبلي. امسكوه امسكوه. انقلعي انقلعي. قربنا قربنا يا جماعة قربنا. باقي شوي اصير ملك. باقي شوي يا جماعة، باقي شوي. باقي شوي لو ركز بس. لو ركز. لا. بغيت انسى، بغيت انسى، بغيت انسى واموت. انزين وصلنا للباب، ليتس جو. دقيقة، تكفى لا تموت، تكفى لا تموت، تكفى يا الحبيب. ليتس جو يا اخوان. اوكي.
ليتس جو. يعتبر بالطريقه هذه احنا كملنا واحده من النهايات اللي موجوده. خل نروح نشوف نهايه ثانيه بعد. فالحين يا جماعه بالطريقه هذه اكتشفنا واحده من النهايات، خلينا نروح نحاول نكتشف ايضا نهايات اخرى موجوده في اللعبه. فلازم ارجع مره ثانيه من جديد واحاول اجلد الحبيب. يا عمي تعال بس يا عمي، طلع انت بسيط، انت بالنسبه لي بسيط يا طيب. انزين الشيء الحين اللي بعده، هذيلا كشفناهم تمام، كشفناهم. الحين احنا عارفين بعض النهايات اللي موجوده، فخلنا نشوف. اوكي عندنا النهايه حقت الشرطه، خلونا نجرب النهايه ونشوف ايش راح يصير. ايش صار فيك؟ الو. اوكي هاي واحده من النهايات اللي اكتشفناها يا جماعه، وهي نهايه ان انا امسك من الشرطه. نروح نكمل مع بعض لنهايه اخرى، خلينا نشوف مع بعض. تعال 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 انت تعال، خذ يا عمي بس، على باله صعب، على باله صعب. ترى انا بخلص عليك من البدايه. هذا منو؟ هذا شو راح يسوي فيني؟ هاي شو خطته؟ ايه ايوه. اما طلع شخص طيب. والله يا جماعه طلع شخص طيب، انا توقعت شخص شرير. الحين بدينا نكتشف الوضع. اذا شفته راح يصير هالشيء. انزين هذا شو وضعه؟ هذا ايوه سم هذا سم يا جماعه، هذا سم وصار الملك بعدي. يا غدار يا فاشل، انا اوريك يا غدار. عطني ارجع لك مره ثانيه. وكان ملابسي تغيرت ولا تخيل يا جماعه. ابو سيف مستحيل يخليني في حالي. ابو سيف اتوقع انه راح يقصني. والله سواها يا جماعه، لكن راح ارجع وانتقم بالطريقه. طبعا احنا اكتشفنا حالي النهايه اخرى. كمل عليه وهات يا ابوي، هات خلينا نركز. انزين هذا ابو المسدس، هاش وضعه؟ هتوقع راح يعطينا نهايه قويه جدا. لا 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 وفتحنا نهايه جديده بعد يا جماعه. انزين خلنا ارجع واخلص عليه، وبعدها ابى اشوف وش في من نهايات زياده. انا اتوقع فتحت نهايات جدا جدا كثيره. اوه الشرطه، اوكي اول واحد احنا جربناه. تعال اوكي ما عليه اول واحد جربناه، خلينا نجرب الثاني تمام. فهذا لازم الحين امسكه دقيقه. تعال اوكي هذا ودع، باقي الحين اللي في النص. خلونا نجرب نهايه اللي في النص. انقلع بس يا حبيبي على السجن، هذا اول واحد نمسكه اليوم ولا شنو؟ انزين اللي بعده انزين نفس النهايه ولا شنو؟ نفس النهاية، لا ما تنحسب. أما الحين بنجرب آخر تجربة، نبي نشوف واحدة من النهايات بعد اللي موجودة عندنا. تعال أنت خلص عليه ليتس جو، خلنا نمشي. أوكي هذه واحدة من النهايات اللي ممكن نحن يا جماعة نجربهم، فخلنا نشوف مع بعض وش راح تسوي لنا بالضبط. أوكي بسم الله الرحمن الرحيم. الله يسلم. طلعت صح، حولت كلب. ألو والله حولت كلب. زين هذول شنو بالضبط؟ طبعا في اشياء كثيره، هذول لو اكتشفتهم راح نقدر نحن نختم اللعبه بشكل كامل. لكن اتوقع يا جماعه راح نوقف هنا. لا تنسوا يا اخوان زر اللايك والاشتراك معنا في القناه، ونشوفكم على خير باذن الله في حلقات اخرى سواء من اللعبه او العاب ثانيه. مع السلامه. اللايك امر مهم، طق ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم. ماذا جيشنا يا عم، والاسيار الصوره تتنقل على كل فم. باشتراك تنضم وهذه اسهل وسيله. ياه قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة. ياه اما بنشرك تراك تخليني انسان سعيد، افرح واقدم لك اشياء اكثر من جديد. اما بنشرك تراك تخليني انسان سعيد، افرح واقدم لك اشياء اكثر من جديد.